السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكمل درسنا لهذا اليوم لنتعرف على عناصر القصة. من خلال استماعك للقصة لنتذكر عناصر القصة. ما عناصر القصة؟ هيا يا أحبائي فلنتحدث عن الشخصيات الرئيسية التي وجدت وتحدثت في القصة. فلنبدأ. نعم، الجدة، الأب، أحسنتم، الأم، نورة، الأخ، أطفال القرية، والجد. أحسنتم، هذه الشخصيات التي اشتركت في القصة. ومن أيضا الشخصيات التي تحدثت عنها نورة في قصتها؟ اللاجئ، الصديق اليتيم، والطفل يرتدي نظارة. أحسنتم، بارك الله بكم. أين حدثت القصة؟ نعم، المكان، البيت، القرية، الفرن. ممتاز، أحسنتم. العنصر الثالث، الزمان. ممتاز، متى حدثت؟ في النهار. ممتاز. سنتعرف الآن على أحداث القصة بالترتيب. تصنع الجدة والأم الخبز، بيع الأب والابن الخبز في القرية، افتتاح فرن حديث في القرية، اتجه الناس إلى الفرن الحديث، شعور العائلة بالحزن لأنهم لم يبيعوا الخبز، إعطاء الجد الأمل إلى الأسرة من خلال سرد قصة. نعم، أحسنتم. نهاية القصة، ماذا تتوقع حدث في نهاية القصة؟ نعم، تفكير الفتاة لحل المشكلة، اقتراح الفتاة سرد حكاية عند بيع الخبز، وأيضا شعور الأسرة بالسعادة لبيعها الخبز ومساعدة الفقراء. أشكر لكم حسن استماعكم. كانت معكم معلمة اللغة العربية مس حسناء.